الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، الذي أوصل إلى البشر رسالات رب العالمين بما يصلح حالهم ومآلهم. ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام، أن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فإن الله عز وجل أرسل إلينا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم برسالة تصلح حال الإنسانية، فرض علينا عبادات تصلح حال الفرد وعلاقته مع ربه، عبادات تصلح أسرته وعائلته، عبادات تصلح المجتمع والأمة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الزكاة تحقق التكافل في المجتمع، الصيام يشعر بالفقير ويسمو بالروح للترفع عن سفاس في الدنيا، الحج مؤتمر يعود به الإنسان كما ولدته أمه خاليا من الذنوب. نتناول اليوم فرضا فرضه الله على المسلم الذي شهد الشهادتين بما يحقق صلاح الفرد والأسرة والمجتمع. هذا الفرض يتعرض اليوم لحرب شعواء في كل مكان، كما يتعرض الإسلام الحنيف أيضا بهذه الحرب. قال تعالى في أول سورة النور: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. نعم، أعداء الأمة يخترعون الأزمات والمشاكل في كل مكان وبآن واحد، كي لا يستطيع المسلمون معونة بعضهم بعضا، فكل منشغل بمشكلته القريبة منه، وكل يلملم جراحاته في بورما، في الهند، في ليبيا، في جزر المالديف، في كل مكان. ولله در الشاعر حيث قال: أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مخصوصا جناحاه. محاضرة اليوم بعنوان: الحجاب فرضيته وتاريخه، مع الشيخ شعيب الحسيني الندوي، وهو من إخوتنا من الهند، من تلامذة المفكر أبي الحسن الندوي رحمه الله تعالى. والشيخ شعيب، الدكتور شعيب الحسيني الندوي، هو رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية حراء مالالجور الهند. فإلى دكتورنا الدكتور شعيب مع محاضرته الحجاب فرضيته وتاريخه، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني أشكر الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء على إتاحته هذه الفرصة القيمة لي أن أجلس معكم وأتحدث معكم حول فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى، ألا وهي الحجاب. موضوعنا اليوم: الحجاب فرضيته وتاريخه. قبل أن ندخل في الموضوع أو المحاضرة، أشكر البيت الحمصي على تخصيص هذه الجلسة بهذا العنوان الذي أصبح عنواناً أهم في الهند كلها، لأننا نتعرض لحملة شعواء وهجمة شرسة على هذه الفريضة المحكمة والشريعة العادلة من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الحضور الميامون، إنني أريد أن أسلط بعض الضوء على المرأة والرجل واللباس قبل أن أدخل
في موضوعي الخاص بهذا اليوم. إخوتي الأفاضل، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق زوجين للإنسان وللمخلوقات الأخرى، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هذه فطرة فطر الله عليها الإنسان وغيره من المخلوقات، صنف يشبه في إنسانيته صنفا آخر ويغايره في الميول ويغايره في الأشكال ويغايره في الخصائص ويغايره في المهمات، مغايرة لا تدل إلا على كمال قدرة الله وجمال صنع الله، واتحاد واتفاق ومماثلة لا تدل إلا على كمال قدرة الله وجمال صنع الله. مماثلة في شيء أو من وجه ومغايرة من وجه، هذا هو جمال الكون. هذا من بين مخلوق واحد صنفان مماثلان ومتغايران، ذلك كمال الله وجمال قدرة الله. أحباب الله فاضل، إنما خلق الله سبحانه وتعالى المرأة وكرمها كما كرم الرجل، وشرفها كما شرف الرجل، وأعطاها ما عليها للرجل. إن الله سبحانه وتعالى أخبر في غير واحد من المواضع في القرآن الكريم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. اعلموا أيها الإخوة المستمعون الكرام، إن الرجل والمرأة مثلان في إنسانيتهما وكرامتهما الإنسانية، ومثلان في تكليفهما بشريعة الله سبحانه وتعالى، الشريعة الموجهة إلى عباد الله المكلفين بها تشمل الرجل والمرأة، وكذلك الثواب والجزاء بالمثل بينهما. قال ربنا تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال: من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إخوتي الأفاضل، إن هذه المماثلة في الإنسانية والجزاء كرامة لكل الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، لكن هناك فرق، هناك تباين وتفارق وتغاير، ألا إنه في المسؤوليات، إنه في المهمات، إنه في الأعمال التي يكلف بها العباد على اختلاف أصنافها، على اختلاف أصنافهم. إن الرجل يعمل ما لا تعمله المرأة، والمرأة تعمل بفطرتها ما لا يستطيع الرجل أن يعمله. إن نظام الخلق والولادة وحمل الجنين لا يمكن إلا بالمرأة، ونظام التكليف المالي والمؤونة الأسرية لا تلقى إلا على الرجل، ألا إنه النظام، النظام العادل، النظام الشامل لكل مقتضيات البشر،
ومكملات ضرورات الإنسان. النظام الذي يتسامح مع الظروف والأوضاع ولكنه يصمد على القطعيات والأصول كالثوابت. بعد هذه التوطئة الوجيزة أنا أدخل في موضوعي وفي صميم المحاضرة، الحجاب. قبل أن نأتي إلى فرضية هذه الفريضة من ربنا تبارك وتعالى وما حدث قبلها وبعدها أو ما يعرض علينا آيات الله سبحانه وتعالى من الأحكام تجاهها وما يشرح لنا حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أنا أريد أن آتي بالشطر الثاني أولا، ألا وهو التاريخ. أنا أريد أن أربط موضوع تاريخ الحجاب بالموضوع الذي أنا قدمته في المقدمة والتوطئة. من فطرة الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يميل صنفه إلى صنفه الآخر، الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، ولكن من كمال وجمال هذا البشر وهذا المخلوق لله سبحانه وتعالى أن يستر بعض جسمه. هذا ليس من العيب في شيء، بل إنه الكمال والجمال أن يلبس الإنسان ما يزين به نفسه ويظهر في المجتمع بشرفه ويظهر ويعايش إخوته وأسرته وعائلته ومجتمعه بأحسن ما يمكن للمجتمع أن يكون على أساس من الخلق وعلى أساس من الاجتماع. إنه اللباس الذي يلبسه الإنسان ويستر به عورته. منذ أن خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام وخلق معه زوجه حواء عليها السلام، جعل الله لهما لباسا ما يواري به عورتهما، ما يواريان به عورتهما. هذا اللباس لباس نوراني أو لباس مادي، كان ما كان، إن كان يدل على شيء فإنما يدل على هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، اتخاذ اللباس سترا للعورة. لذلك لما انكشفت عورتهما أخذ يخصفان بأوراق الشجر وأخذ يضعانها على عورتهما، فهذا دليل صريح على الفطرة التي فطر الله عليها الإنسان. منذ ذلك الوقت نرى أن الرجل في ملبسته لا يشبه الرجل كما لا يشبه في خلقته وصورته. لكل شيء ما يزين به مختلفاً عن الشيء الآخر الذي يغير الأول في شكله، هذا أمر بديهي وأمر طبيعي، ولا يتم الكمال للشيء إلا إذا كان مختلفاً عن الآخر. فكمال الرجل في ملبسته أو لباسه الخاص به، وكمال المرأة في لباسه الخاص به. والدليل وبالشاهد على ذلك أن الجسم مختلف عن الآخر، الأعضاء
تختلف في هيئتها عن الأخرى. إذن الستر طبعا يكون مختلفا. نرى أن ستر الرجل مختلف عن ستر المرأة، لأن مفاتن الجسد للصنف الآخر تختلف باختلاف الصنف. جنس الرجل في ما يجذب المرأة إلى المفاتن يختلف عن المرأة في هيئتها وأعضاء جسدها فيما تجذب الرجل إليها. إذن يثبت أن اختلاف اللباس أمر طبيعي لا محالة، وهذا ليس بعيب ولكنه جمال وكمال فطرة. إننا نرى في التاريخ فيما نعلم من التراث منذ زمن قديم قبل عيسى عليه الصلاة والسلام بآلاف القرون، ما نعلمه من مصر القديمة ومن الشام التليدة ومن العراق الغابرة، إنما نرى من حضاراتها وثقافاتها وتراثها بآثارها القديمة أن هناك نوعاً من الحجاب ومن الستر للمرأة زائداً على الرجل. ترى في الحضارة الآشورية وفي مصر الفراعنة وعند البابليين وعند الإغريقيين ثم الرومان وقبلها الحضارة الإيرانية وكذلك في الحضارة الهندية القديمة، الحجاب وهو ستر الرأس والوجه في بعضها. هذا ما أقوله يمكن لكم أن تراجعوا إليه في البحث عن الحضارات وعن الثقافات القديمة التليدة في المواقع الإلكترونية، لا تجدون الحقائق تثبت ما أقول. إن المرأة تحتجب، إن المرأة تختمر، إن المرأة تضع ثوباً زائداً على جسده من رأسه على صدره على عاتقه وعلى عنقها وعلى عنقها، المرأة تضع الثوب الزائد عليها على أعضاء جسدها، ما يدل على أن الحجاب كان موجوداً في هذه الحضارات والثقافات. تعالوا إلى الديانات. الديانات السماوية من اليهودية والنصرانية والإسلام كلها تتفق شريعة أن هناك حجاباً أو خماراً أو ستراً للمرأة يختلف عن ستر الرجل. نرى خماراً للمرأة في الكتب من التوراة والإنجيل أيضاً. لست هنا ليقدم إليكم النصوص من ذلك، لكني أنا
اطلعت عليها وعلى بعضها ما تدل على هذا الأمر. من بين الديانات بعض العصور خلت عن هذه الفطرة، بعض الأقوام تجردت عن هذا اللباس، بعض الملل أذنبت واقترفت محرمات وارتكبت آثاما كبيرة من هذا القبيل أو من هذا الأمر. ويمكن أن نقدم المثال لقوم لوط عليه الصلاة والسلام، إنهم ما ارتكبوا الفاحشة المعتادة، ولكنهم تقدموا واجترأوا على أن يرتكبوا ما يخالف طبيعة البشر، فطرة الإنسان. هذا أيضا مثال ونموذج يمكن أن نقدمه لفشو الفاحشة في قوم حتى يتجاوز الحد الطبيعي. أيها الإخوة، تعالوا إلى الإسلام. وقبل أن نجيء إلى الإسلام وإلى القرآن والحديث، أريد أن أخبركم شيئا ما عن ثقافة العرب، جزيرة العرب بالتحديد. كانت النساء يتوارين بالبرقع واللثام كما يترشح من قصائد مختلفة للشعراء العرب المتقدمين. أنا أقدم مثالا لشعر عنترة ابن الشداد العبسي، إنه يقول في وصف حبيبته: وكشفت برقعها فأشرق وجهها حتى كأن الليل صبحا مسفرا. كأن المرأة تلبس البرقع وإنه ستر الوجه، اللثام. هذا هو ما أستشهده من هذا البيت. هذا كان موجودا في جاهلية العرب، فلما جاء الإسلام فماذا حكم من جديد؟ هذا هو الموضوع الذي لا بد أن نفهمه. إن المرأة كانت تلبس ما يشرفها ويكرمها ويميزها عن الأخريات من النساء السافلات، المرأة العزيزة الشريفة في جزيرة العرب كانت تلبس من ألبسة متميزة عن ألبسة الرجال، ونوعا من الستر الزائد والحجاب لرأسها ولصدرها ولمواضعها الأخرى كان موجودا. لكن لما جاء الإسلام بحكم الحجاب فكان نوعا آخر من الحجاب قدم، ألا إنه الجلباب الزائد على اللباس العادي للمرأة لتغطية أكثر أعضاء جسدها بهذا الجلباب الزائد عن اللباس والخروج بها. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي
قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. في هذه الآية استعمل كلمة الجلباب، والجلباب أيها الإخوة إنه غطاء زائد عن اللباس العادي، ما يوضع على الرأس ويسدل حتى يغطي الصدر والجنوب والوجه والعواتق، العنق أيضا، هذا هو الجلباب، وهذا هو الأمر الذي جاء من الله. وهذه الآية تعرف بآية الحجاب، والحكمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إنها ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن أنهن شريفات، يعرفن أنهن كريمات، يعرفن أنهن معززات، يعرفن أنهن عفيفات، يعرفن أنهن غير متبرجات، حتى لا يعلو نظر سوء إليهن بوجه من الوجوه، حتى يخشى من إرادة سوء أي مرء مريض القلب، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. آية أخرى نزلت في سورة النور التي سمعنا تلاوة الآيات الأولى لها، التي بدأها الله سبحانه وتعالى بطريقة غريبة عن بدايات سور أخرى، سورة أنزلناها وفرضنا، لم يقل الله سبحانه وتعالى عن أي سورة في القرآن الكريم أنها أنزلها الله وفرضها إلا هذه السورة التي يقول ربنا تبارك وتعالى عنها هذا الكلام. الآية 31 من هذه السورة تفصل الستر والحجاب، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذه القطعة للآية أصلا تشريع للستر أو الحجاب للمرأة، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وما قبلها وما بعدها تفصيل وتنويع لأمر الحشمة للمرأة. اختلف العلماء والمفسرون في بيان الآيتين، آية سورة النور وآية سورة الأحزاب، أيهما أقدم نزولا، وهذا الاختلاف قائم على اختلاف غزوتين للنبي صلى الله عليه وسلم أيهما أقدم من الأخرى. إنهما غزوة بني المصطلق أو المريسيع وغزوة الأحزاب أو غزوة الخندق. غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب وقعت في السنة الخامسة للهجرة، وغزوة بني المصطلق وقعت قبل غزوة الأحزاب بسنة، في السنة الرابعة أو في بداية السنة الخامسة، هذا قول واحد. والقول الآخر أنها وقعت بعد غزوة الأحزاب في السنة السادسة، وهذا الاختلاف
يأتي إلى اختلاف هاتين الآيتين أيهما أقدم. إخوتي الأكارم، أنا أرى وكما رأى كثير من المفسرين والعلماء أن آية الحجاب في سورة الأحزاب أقدم من آية الحجاب في سورة النور، لأن آية الحجاب في سورة الأحزاب أسبق من آية الستر بالحجاب في سورة النور، والدليل على ذلك أن أمنا سيدتنا عائشة الصديقة الطاهرة العفيفة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تخبر عن قصة الإفك لها، أن صفوان رضي الله عنه رآها فعرفها لأنه كان يراها قبل حكم الحجاب. إذن قصة الإفك وقعت بعد آية الحجاب، فآية سورة النور متأخرة من آية سورة الأحزاب. هذا ما أريد أن أقول. اعلموا وانظروا أن آية الحجاب في سورة الأحزاب تأتي بحكم للجلباب، أن يضعن النساء يضعن على رؤوسهن جلبابا يسدل حتى يغطي الجنوب ويغطي كثيرا من أعضاء الجسد. ثم تأتي آية سورة النور وتفصل هذا الحكم ببيان نوعية هذا الخمار ودرجة إسداله وكذلك المحارم وغير المحارم والتفصيل لذوي الأقارب وغيرهم من الرجال الأجانب، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. تعالوا نقف وقفة يسيرة على إلا ما ظهر منها لأنه مهم جدا. بهذه الآية إلا ما ظهر منها ماذا يستثنى من الحجاب أو الستر بهذه الآية؟ اختلفت الأقوال والآراء للصحابة ومن بعدهم من المفسرين من التابعين ومن تبعهم، ماذا يستثنى من هذا إلا ما ظهر منها؟ ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وغيرهما من كبار الصحابة أن الاستثناء للوجه والكفين. لكن ينشأ سؤال، هل الحجاب ليس للوجه والكفين؟ بينما نرى الأئمة الفقهاء الأربعة وغيرهم من الفقهاء والأصوليين من العلماء يشرعون حجاب الوجه والكفين والقدمين، وكأن الكلمة تتفق إلا بعض آراء لبعض الأئمة الأحناف أن الوجه والكفين مستثنيات من الحجاب. ومما يدل على أن الوجه من
الستر بمعنى الحجاب من داخل أعضاء الحجاب، ما يدل بعض روايات سيدتنا عائشة الصديقة رضي الله عنها أنها كانت تغطي وجهها لما رأت الشباب أو الرجال أثناء الطواف. وما روي عنها في قصة الإفك أيضا لما رأت صفوان غطت وجهها. وبعد نزول هذه الآيات للحجاب تروي سيدتنا عائشة رضي الله عنها عن قصة نساء الأنصار وتثني عليهن وتخبر أن الآية لما نزلت آية سورة النور وتلا رجال الأنصار على نسائهم بدأنا يختمرن بمرطهن، تقول فاعتجرت به، أتت المرأة الأنصارية إلى مرطها فاعتجرت به، شقته وأخذت خمارا منه، كما تقول في رواية أخذنا، يعني نساء الأنصار أخذنا إلى أزوارهن فشققنها فاختمرن بها. هذا لا يعني أن النساء غير الأنصاريات لا يستعملن الخمار، بل كنا يستعملن الخمار العادي، أما نساء الأنصار فكنا يستعملن ما كان أستر بأكثر، لأن الإزار يكون بثياب ثخينة ما لا يكون الخمار العادي، فإنهن شققن بحواشي هذا الإزار وجعلنها الخمار، لذلك تقول فأصبحن وراء النبي صلى الله عليه وسلم للصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان، يستعملن الثوب الأسود الغليظ ليكون أستر، المبالغة في متابعة هذا الحكم. منذ ذلك الوقت كل مجتمع شريف كريم يتبع الحجاب ويستر معظم الجسد، ولكن إن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن اللباس الظاهر لا يمنع المرء من الميول الفاسدة إلا إذا كانت النفس طاهرة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، غض البصر مع حفظ الفرج منوط. إذا كان الإنسان بميوله وغرائزه اللامحدودة يميل إلى المرأة المحتجبة فإنه لا يمنعه من ذلك شيء إلا إصلاح النفس وتزكية الباطن. كذلك الأمر للمرأة، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الآن أنا آتي بعد هذا البيان لفريضة الحجاب من القرآن الكريم والسنة
إلى قضية تتعلق بالعصر الراهن. إن مما يفهم خطأ أن الحجاب حجر على قدرة المرأة وكفاءة المرأة وحرية المرأة بتعبير النص، ظلم عليها وإيقافها في بيتها وعدم إعطائها حقها المشروع، هذا في الحقيقة خطأ بمبدئه. لماذا أقول هذا؟ افهموا هذه النقطة اللطيفة الجميلة. إن حكم الحجاب للمرأة حجر على نظر الرجل. إن الله سبحانه وتعالى منع الرجل من الاستمتاع بالنساء، وما منعهن من النظر إلى الرجل الذي لا يستر وجهه أو رأسه. فإذا كان هذا تحديد لحد أحد من البشر، فإنه قصر لحد الرجل على المرأة. لذلك نرى أن الذين يهتفون بنعرة حرية المرأة أكثر الناس استخفافا وتحريشا بالنساء، لأنهن يستعملن المرأة لعبة ودمية يلعب بها الرجال في الحوانيت، في المكاتب، وفي الأدوات للرحلة، وفي كل مكان يزينون بهن أمتعتهن ويتلذذن بهن، والمرأة لا تتلذذ بالمرأة بالرجل مثل ذلك. هذا ظلم على المرأة وليس ظلما على الرجل. نعم، إذا كانت المرأة محتجبة والحجاب مشروع والحجاب قانون، فإن الرجل لا يستمتع بالمرأة حرا طليقا. هذا ما يريده الإسلام، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذه حكمة الله، أن تكون معززة مشرفة كريمة، لا يستطيع الرجل أن يؤذيها بأي نوع من النظر السيء أو التقدم غير المباح أو التعرض والتحرش لها بأي نوع من الأنواع. إن الرجل لا يتجرأ على أي نوع من التعدي والاعتداء على المرأة. هذه حكمة الحجاب. أيها الإخوة الأفاضل، لا أريد أن أطيل الكلام كثيرا، أما الوقت الذي أنا أوتيته لعلي أنا وصلت إلى منتهاه، ولكني أخيرا أقول إن كل شرع شرعه الله وكل فريضة فرضها الله لا تخلو من حكمة تؤتي أكلها ومصلحة تجدي نفعتها لكل الإنسان اجتماعا وانفرادا. إصلاح الرجل أو إصلاح المرأة بالذات وإصلاح المجتمع بالعام لا يتحقق ولم يتحقق ولن يتحقق إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله يعلم ما يتزين به الرجل فيجذب المرأة، وما تتزين به المرأة
فتجذب الرجل. لذلك حد حدودا وقيد قيودا وفتح بابا لإشباع الغريزة على سلامتها ونقائها وصفائها بل وجمالها. هذا هو نوع إعجازي لشرع الله سبحانه وتعالى. وأختم كلمتي على دعوة أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا إلى الأخذ بهذه الفريضة العظيمة التي لا تكون إلا نفعاً لهن قبل أن تكون نفعاً للرجل. ثم أنا أختم كلمتي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن زمننا كأنه يتكلم عن زماننا ونحن نعايش. صنفان من أهل النار لم أرهما. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر، كأذناب البقر يضربون بها الناس، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات. انظروا أيها الإخوة، أليس كلا الأمرين متحققان في زماننا، متحققين في زماننا؟ الظلم والطغيان من الحكام على الشعوب، والفحش والفحشاء، والفاحشة الفاشية في كل مكان. نساء يلبسن لا للستر ولكن للتزيين الزائد، ولكن لإكثار الفتنة، ولكن لزيادة مفاتن الجسد. نساء كاسيات عاريات. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خيرا دكتور شعيب الحسيني الندوي. والدكتور شعيب أعوذ وأقول هو من مدرسة أبي الحسن الندوي، نفع الله به وجنبنا الله وإياكم وإياه المساوئ. أقول أن الحجاب ليس هو عادة وليس فلكلور وليس زي نتزي به، وإنما هو فرض أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وقرره سبحانه وتعالى بقوله: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. جزاكم الله خيرا. معنا الدكتور حسين عبد الهادي، عضو الأمانة العامة للمجلس الإسلامي السوري، وهو من إخوتنا الأكراد. ولمحاسن القدر أن اليوم كان هناك احتفال بمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق تحت شعار أفتخر بحجابي لمنظمة التنمية لطلبة كردستان يوم الحجاب العالمي التاج الذهبي، بحضور أكثر من 2000 فتاة بعمر الزهور. فيريد أن يحدثنا عن هذا وعن غيره الدكتور حسين عبد الهادي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحيي أخي الشيخ شعيب الندوي حقيقة على هذه المحاضرة القيمة العلمية التي أجاد وأفاد في هذه المحاضرة، حقيقة سلط الضوء على جميع جوانب المسألة. وقبل أن أنتقل إلى العراق، أقول أخي الشيخ شعيب، يعني المرأة تحتاج إلى تربية يعني إيمانية كما تعلم، وتحتاج إلى تربية فكرية لنحميها من الغزو الفكري. حقيقة هذا مهم جدا،
لأن المعركة أصبحت في داخل العالم الإسلامي اليوم، وأنتم تعلمون يعني أنكم في الهند وعندنا في البلاد العربية وفي آسيا المعركة مستمرة حقيقة في كل مكان. أيها الأخ الكريم، أنتقل فقط كما قال أخي أستاذ عبد الله إلى كردستان العراق. حقيقة كنت قد زرتهم سنة 1991 ميلادي، كان في ظني أو كنت أفكر أن الأكراد نتيجة الظروف السيئة ووجود الفكر العلماني والشيوعي إلى غير ذلك، كنت أظن أن الأكراد ابتعدوا عن الإسلام. ولكن عندما وصلت إلى مدينة دهوك حقيقة، ثاني يوم يوم الجمعة صلينا في أحد المساجد، كنت أظن أن الذين سيأتون إلى المسجد هم كبار السن فقط. ولكن عندما يعني بدأ الخطيب بخطبته حقيقة امتلأ المسجد بالشباب من عمر 10 سنوات 15 20 30 ولما، فأنا حقيقة يعني عيني ما صدقت كيف هؤلاء كلهم ما شاء الله شباب ملتزمون بالإسلام. فقلت لهم بعد ما انتهت الخطبة والصلاة، قلت لهم بما أنكم التزمتم بدينكم إن شاء الله سيكون الفلاح والاستقامة والفلاح لكم إن شاء الله. حقيقة هناك جهود خيرة وطيبة في كردستان العراق، مثل الاتحاد الإسلامي في كردستان والجماعة الإسلامية وغيرهم من الجماعات. حقيقة نجد أن هناك بين فترة وأخرى آلاف الفتيات يتحجبن ويحفظن القرآن الكريم، وهذه حقيقة أنا خطوة إلى التطبيق الإسلامي بحذافيره وبكلياته. أيها الأخوة، نحن كما نعلم الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحافظ على هذا القرآن عن طريق الحفظ وعن طريق الكتابة. فالآن أمتنا حقيقة فيها تباشير خيرة وجيدة. حقيقة أقول أنه آلاف أو ملايين من الشباب من الشابات يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل خير. الهدف من الهجوم على المرأة المسلمة لأجل تدمير البيت المسلم، تدمير الأسرة المسلمة. فإذا دمرت الأسرة المسلمة مع ذلك المجتمع تدمر. حقيقة نحن الآن يعني أقوى وسيلة أستطيع أقول أن نحافظ على أمتنا، أن نحافظ على المرأة المسلمة، أن نحافظ على الأسرة المسلمة، وخصوصا أننا نعلم أن غيرنا اليوم الأسرة تتهدم عنده، فما عنده حقيقة من الشيء الجيد أو من الأسلوب النافع يستطيع أن يعالج مصائبه، فيريد أن يصدر لنا هذه المصائب. أيها الأخ الكريم، فأنا قناعتي أقول المعركة اليوم هي معركة مع الغزو الفكري والثقافي، يعني منذ أن وطئت أقدام المستعمرين بلادنا وإلى الآن نحن نخوض معركة ثقافية فكرية في كل الميادين. أخي الكريم، ولكن أقول حقيقة في القرن العشرين والآن نحن في القرن 21 هو قرن الصحوة الإسلامية، ولذلك نجد أن هذا الهجوم الشرس في كل مكان هذا دليل على أننا أقوياء وأنهم يخافون الإسلام، ولكن لن يستطيعوا أن يوقفوا هذا الإسلام. وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا دكتور حسين، بشارك الله بالخير. كنت أقول لأحد الإخوة وكان معنا هنا منذ دكتور ظافر وفائي، قلت له المعركة الآن ليست معركة صواريخ ولا نووي، نحن يجب أن ننقل المعركة إلى ما يعني مواضع أخرى وساحات أخرى، هي المعركة الفكرية، لأنه سيكون فتح روما بالتكبير إن شاء الله، وهذا بالدعوة إلى الله وبالتزامنا ورجوعنا إلى ديننا. نرجو من الله أن يكون هذا قريبا عاجلا. معنا الدكتور بسام حتاحت، عضو المنتدى الحضاري السوري الأوروبي، وهو في بلاد الغربة سنوات وسنوات عديدة. أود أن يسلط الضوء لنا على الحجاب في بلاد الغربة، كيف الالتزام به، كيف نستطيع أن نهيئ بناتنا هناك لأن يرتدوا الحجاب طائعين من أنفسهم، مقتنعين، معتزين، مفتخرين بهذا الحجاب، بهذا الفرض، متعبدين بذلك من الله عز وجل. إلى الدكتور بسام حتاحي، بارك الله فيكم وفيه. تفضل يا دكتور.
كل الشكر والتقدير لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا كانت محاضرة ممتعة لفضيلة الشيخ شعيب، ومداخلة كريمة جدا جميلة لفضيلة الدكتور حسين. أنا الحقيقة سأتحدث ثلاث نقاط أساسية مهمة جدا، لكن قبل ما أتحدث الحقيقة اليوم رأيت فيديو جميل. سأل صحفي فتاة هندية لماذا يحاربونكم في الإسلام في الحجاب في الهند، فقط منه الكفر هذا اللي بيغطي، فقال هل يحمي الهاتف، وقال ربنا جعل الحجاب يحمي المرأة. فكانت يعني نقطة جميلة. النقاط الثلاثة، النقطة الأولى المهمة جدا وهي المجتمع المدني الغربي، والنقطة الثانية هي المجتمع السياسي الغربي، والنقطة الثالثة هي نحن المسلمون في الغرب. المجتمع المدني الغربي هو مجتمع مدني مقونا ينتظم ضمن إطارات قانونية. نحن للأسف أو الحمد لله ثم للأسف، نحن في الغرب بنينا مؤسسات كثيرة جدا، لا يوجد دولة أوروبية وإلا تمتلئ فيها المساجد. أيضا على المستوى الأوروبي أنشأنا مؤسسات ضخمة، المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وقص على ذلك من المؤسسات منظمة المرأة، منظمة الشباب، وقص من المنظمات والهيئات على المستوى الأوروبي. لكن السؤال الكبير جدا، هل هذا هو المجتمع المدني الحقيقي في الغرب؟ لا، هذا هو المجتمع الخاص بنا الإسلامي. أما نحن لم نندرج ونندمج ضمن إطارات المجتمع المدني. أين منظماتنا الحقوقية التي تدافع عن مفاهيم الاندماج الحضاري في المجتمع؟ ما أنتم قلتوا لنا تفضلوا إلى الغرب وهذه بلدكم، وأنتم أصبحتم مواطنين ومنحتنا الجنسية. منح الجنسية أو منح المواطنة هي الالتزام بمنظومة القوانين جميعها، بما معناه أنها بما أنك أنت تعترف أنه مجتمع متعدد الثقافات يجب أن تقبل ثقافتي. المشكلة الأساسية في المجتمع المدني أننا نحن كمسلمين لم نندمج ونندرج ونفهم آلية العمل مع هذا المجتمع المدني. ليس لدينا منظمات حقوقية حقيقية تدافع عن الآن. أنا أريد فقط أن تتبدل المفاهيم لدينا. نحن ليس فقط عندنا منظمات حقوقية مشان الضرب والقتل والسجون، لا، عندنا منظمات حقوقية مهمة جدا للمطالبة بالحقوق ضمن الأطر القانونية والنظم القانونية والمؤسسات القانونية. المجتمع المدني مجتمع مهم جدا جدا جدا. الحقيقة لنا تجارب كثيرة مع المجتمع المدني. عندما أرادت أن تفرض منع الحجاب في عدة دول إلا فرنسا، سنأتي لها حالة خاصة سنتحدث عنها، كنا نتحدث مع المجتمع المدني وكنا نضغط على المجتمع المدني، وكان المجتمع المدني يقف معنا في أغلب المعارك القانونية السياسية في هذا المستوى. المشكلة الأساسية نحتاج أن نعيد تشكيل مفاهيم المجتمع المدني وآليات مساراته، ثم الوصول إلى كيفية نحن نتحدث عن هذه القضية. النقطة الثانية وبعجالة كبيرة جدا، المجتمع السياسي. يجب أن نفهم أن المجتمع السياسي ليس فقط الغربي إنما العالمي، لديه منظومة الناس تقول مؤامرة، أنا لا أقول مؤامرة، هي مخطط استراتيجي. هم يشتغلون ضمن أدوات تخطيط استراتيجي، بما معنى أنه ليست اليوم الجندرة أو سيداو، هي عمرها منذ عام 1981. أول مؤتمر لها كان في عام 1994، ما كان في بلجيكا أو فرنسا أو بريطانيا أو أمريكا، كان في القاهرة. وكان هذا المؤتمر في عام 1994 هو الذي أقر مشروع الجندرة. مشروع الجندرة أيها السادة الكرام هو ليس مشروع مشكلة مساواة الرجل بالمرأة وعدم وضع المرأة الحجاب، إنما هو مشروع الانتقال من النوع البشري إلى النوع الاجتماعي، وهذه أخطر عملية خطيرة سياسية يتم دعمها على المستوى العالمي، وبدأت تندرج في إطاراتنا كمستويات سواء الجاليات العربية الموجودة أو في البلاد العربية. اليوم المجتمع السياسي يدعم مؤسسات المجتمع المدني النسوية في الغرب وبشكل كبير جدا جدا، ويتحدث المؤسسات النسوية تتحدث عن قضيتين أساسيتين لا ثالث لهما. الأولى
حق المساواة للمرأة ضد الرجل، والثانية حق اختيار المرأة الغير عقلاني لعملية الانفلات في عملية الذهاب، ليس فقط الحجاب إنما أبعد من ذلك بكثير جدا. هذا المجتمع السياسي لا نستطيع أن نتعامل معه على المستوى السياسي، لأنه نحن الأطر السياسية عندنا ضعيفة بل مضمحلة. لكن قال كلمة جميلة جدا ورائعة دكتور حسين، يجب أن ندخل في إطارات أوسع في منظومة الفكر والثقافة. أنا هون أريد أن أقف، أين هم يعني طلابنا أو أساتذتنا أو كذا الاجتماعيين؟ هذه ظاهرة اجتماعية نستطيع من خلال المختبرات الاجتماعية الغربية الضغط على الأدوات السياسية. يجب أن تدخل المشاريع الإسلامية ضمن هذه الظواهر، يجب أن ندافع عنها. وأعتذر عن الإطالة، أنه في نقطة ثالثة إلى إذا انتهى وقتي أنا أقف. لا يعني. تفضل 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 دقيقتين، ليس مشكلة، أتمم. نعم جزاك، لأن معنا الدكتور صهيب سقراط سأخذ منه أيضا، وسأخذ من الدكتور أستاذة زهور السباعي عن عنصر الأنثى والنسائي ودور المرأة في ارتداء بناتها وما يلوذ بها بالحجاب طوعا واقتناعا وافتخارا وعزة بهذا الإسلام العظيم. تفضل يا سيدي. أنا لي تجربة هائلة، تجربة مهمة جدا في بلجيكا، عندما أرادوا فرض منع وضع صورة المرأة محتجبة في الهوية الشخصية والباسبور لهذا. نحن قمنا بمعركة قانونية، فاكتشفنا اكتشاف هائل جدا، اكتشفنا أن وزارة الداخلية قسم منح الأوراق الرسمية كان يعتمد في عام 1945 إلى عام 1953 أن يطلب من المرأة أن تكشف جبينها وأذنيها، يعني بما معنى أنه كان هناك حجاباً يوضع على الأوراق الرسمية لغير المسلمين. فمن هذا القانون استطعنا أن نستجلب قانوناً يسمح للمرأة المسلمة أن تضع صورتها محجبة على الهوية الشخصية أو جواز السفر، وهذا الآن معمم على المستوى 80% من الدول الأوروبية. لكن في بلجيكا أي إنسان يقدم صورته بالحجاب يتم موافقته، بما معناه أن الضغط القانوني السياسي الدولي. النقطة الأخيرة، اليوم نحن نعاني من مشكلة رهيبة جدا جدا جدا، يجب نحن دائما في مبشرات، لكن يجب أن ننتبه من هذه المبشرات. عندما جاءت الجاليات بالأخص السورية الأخيرة إلى الغرب، السورية والعراقية بالضبط، كان لدينا يعني مفاجآت رهيبة جدا، أن أكثر من 35 إلى 38% من الشابات من النساء من المتزوجات خلعوا الحجاب أو تركوا الأسرة بشكل عام، بما معناه أنه لدينا مشكلة نفسية تحتاج إلى إعادة تشكيل مفاهيم جديدة لإعادة الثقة النفسية بالمرأة المسلمة التي وصلت إلى أوروبا أو حتى التي وصلت إلى تركيا واللبنان، وقس على ذلك من هذا الأمر. إذن نحن نحتاج إلى عملية إعادة تشكيل مفاهيم جديدة في عملية عودة الثقافة أو المفاهيم الإسلامية الحقيقية ضمن إطارات جديدة، ممكن إن شاء الله تبارك وتعالى تكون لنا عون في القريب العاجل. كل شكر والتقدير لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكر الدكتور بسام حتاحت عضو المنتدى الحضاري السوري الأوروبي، بارك الله فيكم. أخذ من الأستاذ صهيب الحسيني فليتفضل، وهو صاحب كتاب دكتور. تفضل دكتور صهيب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله بداية أشكر هذه الجهود الطيبة لمناقشة هذه الفريضة المحكمة الثابتة بآيات الله تبارك وتعالى المتواترة، والتي يعول الحداثيون على تشكيك الأمة بهذا الفرض الرباني. أنا عندي ملاحظة أنه اليوم نحن نرصد، يعني لا أريد أن أسميها ظاهرة، لكن نرصد خلع الحجاب من عدد من الفتيات بغض النظر عن هذه النسبة وعن هذا العدد. وفي الحقيقة حديثنا عن الحجاب ينبغي أن يكون متصلاً بهذا الواقع، بعيداً عن الخطابة،
بعيدا عن الأسلوب الذي كان يجدي في العصور السابقة قبل نزول شبهات المستشرقين إلى أفواه الحداثيين وإلى أفواه الشباب وانتشارها بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي. يعني اليوم حديثنا عن الحجاب لابد أن يناقش الشبهات التي انتشرت ووصلت إلى أذهان فتياتنا وأذهان شبابنا. يعني مقاطع اليوتيوب اليوم تنشر بين جميع أولادنا وبناتنا شبهات كثيرة لم نتعرض لمناقشتها. يعني مثلا اليوم يشككون يقولون وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يقول هذه الآية تدل على تغطية الصدر لأن الجيوب المقصود بها أعلى الصدر وأسفل العنق، فإذا الآية تنص على كما يقولون طبعا في شبهتهم، يقولون الآية تنص إذن على تغطية الصدر وتدل بالضرورة على إباحة كشف الرأس، فهذه شبهة تستحق أن تناقش لأنها شبهة مشهورة ومنتشرة بين يدي شبابنا وبناتنا. أيضا قول الله تبارك وتعالى ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، هناك شبهة منتشرة تقول هذه الفريضة بنص هذه الآية الكريمة تدل على ربط الحجاب بعلة، وهذه العلة ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، هذه العلة هي منع التحرش، وبالتالي يبنون على هذا أن الحجاب اليوم لا يمنع التحرش، بل على العكس أحيانا الحجاب قد يؤدي إلى التحرش وقد يعرض المحجبة إلى الإيذاء. أيضا هذه شبهة تحتاج إلى مناقشة. أيضا هناك شبهة منتشرة يجب أن نناقشها، وهي أنهم يقولون إذا كان الحجاب قد فرض للتفريق بين الأمة والحرة ذلك أدنى أن يعرفن أنهن حرائر، فإذا كان هذا المقصود من هذا الحجاب اليوم لا يوجد إماء ولا يوجد هذا الفرق ما بين الإماء والحرائر، فبالتالي انتفت هذه العلة. أيضا هناك إيرادات وإشكالات كثيرة ترد على ألسنة الحداثيين ويتناقلها شبابنا، يقولون مثلا إذا كان الحجاب لأجل سد الذريعة فكيف يبيح الشرع للأمة أن يقيد أن يحدد عورتها ما بين السرة إلى الركبة، فبالتالي كيف يسمح للمرأة كيف تكون عورة هذه الأمة من السرة إلى الركبة، وبالمقابل أما عورة الحرة فيجب أن تكون جسد المرأة كاملا سوى الوجه والكفين، فإذا يبطلون الحكمة من تشريع الحجاب بهذا الإشكال، فهذا أيضا يستحق جوابا، يتطلب منا جوابا عمليا. يعني أيضا هناك شبهات كثيرة منتشرة لم نناقشها وتحتاج فعلا إلى إجابة، لا يمكن أن نخاطب الشباب، لا يمكن أن نخاطب البنات بما كنا نقبله في الأزمنة السابقة قبل انتشار عصر الحداثة وعصر السيولة وعصر موت الإله وما بعد موت الإله موت الإنسان وهذه الفلسفات التي تعرفون في زماننا. اليوم هناك شبهة مشهورة يقولون الحجاب فرض ذكوري، الحجاب فرض لأجل مراعاة الذكورية التي كانت سائدة في العصور السابقة والمعاصرة. أيضا ما أكثر الشبهات، يعني لا أريد أن أستعرض الشبهات الكثيرة، لكن فعلا ينبغي أن نكون في حديثنا وفي نصحنا على صلة بواقعنا وعلى صلة بالأفكار التي تنخر رؤوس أولادنا وشبابنا. فيعني الأمر يعني أكبر من هذه العجالة، هذا ما أحببت يعني أن أشارك به، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. جزاك الله خيراً دكتور صهيب على هذه التلبية أولا، لأنني أنا طلبت منه يعني تعرفت إليه منذ ساعة وطلبت منه يعني الدخول وهو عنده ظرف ودخل، فجزاه الله خيرا وأحسن الله إليه. ومعنا الدكتور عبد الرحمن رياض عبد الرحمن والص من جنوب إفريقيا، وهو أيضا مشغول ولكن أوقف سيارته ويريد أن يداخل معنا، أرجو أن يفتح الكاميرا يرينا وجهه دكتور عبد الرحمن. أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأرجو أن تعرف عن نفسك بدقيقة لو سمحت، يعني الإخوة يتعرفون إلى هذا الوجه الكريم وإلى كيفية إسلامك ودخولك في الإسلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. أنا أخوكم في الله الذي يحبكم في الله رياض عبد الرحمن وولز من أصل بريطاني. الحمد لله الله سبحانه وتعالى أكرمني بالإسلام قبل 30 عاما، وخرجت من جنوب أفريقيا الحمد لله، ودرست في المغرب العربي، ودرست الحمد لله كنت في المدينة المنورة، وكنت في صنعاء وفي حضرموت، وكنت في الشام الحمد لله، وكنت في القاهرة. وأنت الآن في القلب. والآن أنا إمام وخطيب مسجد السنة هنا في رأس الرجاء صالح في كيب تاون في جنوب أفريقيا، والحمد لله نشتغل في الدعوة ونشتغل في التدريس. يعني بالنسبة هذا الموضوع، يجب علينا مثل ما فضل الشيخ يعني الذي تدخل قبل هذا دكتور شعيب أعتقد، أن ندرس الواقع، لأن نحن نعيش في أيام الفتن والفساد، ونستطيع أن نناقش هذا الموضوع بجميع أقوالها وآرائها المختلفة، ولكن في نهاية المطاف ما هو الواقع في مجتمعنا، خاصة في الغرب وفي المجتمعات التي فيها هذه الثقافات الغربية التي فيها الإباحة المطلقة، الإباحية المطلقة. فنجد مثلا في جنوب أفريقيا الحمد لله نسبة الحجاب بين المسلمين عالية جدا، ولكن ليس بالأوصاف التي يصفها البعض. يعني نستطيع أن نقول يعني ما هو يعني الصح الحجاب، يعني بنسبة الجلباب والخمار إلى آخره. الحمد لله بناتنا ونساؤنا هنا في جنوب أفريقيا، ونجد نفس الشيء في إنجلترا مثلا أو في أمريكا، الحمد لله كثير من النساء، من البنات ومن الزوجات يرتدين الحجاب يعني بأوصاف مختلفة، ولكن نستطيع أن نقول ونعلم أن في هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، أن في هذا الحديث نظر، حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعليها ثوب رقيق، فقال يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصلح أن يرى منها إلا هذا، فأشار إلى الوجه والكفين. فإذا كنا نقول يعني ما هو أدنى الواجب، ما هو أدنى الواجب، لأننا نعيش يعني فعلا يعني في الفتن، يعني في هذا البلد بالذات في جنوب أفريقيا، يعني واحد لا يستطيع يتخيل نسبة الفساد ونسبة الفجور. فعندما واحدة يعني يغطي رأسها، لا تكلم عن النقاب أو الخمار، هي تغطي وجهها عفوا رأسها فقط، وتغطي يعني جسدها بلباس عادي، لا أقول بالجلباب أو يعني بالحجاب على أوصافها القديمة. يعني تجد أن المجتمع يعني لا يأتيها، يعني أتكلم عن جنوب أفريقيا، يعني لا يمسها بالسوء أبدا، بل بالعكس يعني تحترم. فنقول يعني أدنى الواجب، ونحاول إن شاء الله يكون أفضل من ذلك في المستقبل بإذن الله تعالى، ولكن يعني في هذا الواقع الآن نحن كأئمة كخطباء في المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. فإذا وجدنا أن البنات أن يعني خاصة في الجامعات يرتدين هذا الأدنى الواجب، فأبدا يعني لا يجوز لنا أن نحكم عليهن يعني بالفسق والفجور، لأنهن لا يغطين وجوههن ولا يلبسن الجلباب على أوصافه القديمة. هذه مداخلة وجيزة، ونسأل الله تعالى يحفظنا من كل سوء ومن كل الفتن،
ويهدينا إلى صراطه المستقيم إلى جنات النعيم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا دكتور رياض عبد الرحمن والس من جنوب إفريقيا، وأبشرك أننا قررنا مشروع في البيت الحمصي، هو من الظلمات إلى النور، وستكون أنت أول محاضرة عندك وأول نموذج لانتقالك من الظلمات إلى النور. نورك الله بنوره وأنزل النور على قلوبنا وقلوب المسلمين جميعا. جزاك الله خيرا وأشكر تلبيتك، بارك الله فيك. بارك الله فيكم، نحبكم في الله. الله ونحن كذلك جميعا. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وأنتظر قدومك إلى اسطنبول وطبخة المحشي جاهزة كما إن شاء الله، والمقدوس والشنغليش. مقدوس والشنغليش وكما تريد، أبشر. أهلا وسهلا ومرحبا. أخذ مداخلة من الأستاذة المربية الأستاذة زهور السباعي، تحدثنا بدور الأم في ارتداء بناتها ومن يلوذ بها من الفتيات في الحجاب طائعين مقتنعين بهذه الفريضة، فلتتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا من المتعارف عليه دينيا أن الحجاب هو لحجب مفاتن المرأة، فمن الواجب على الأم بداية أن تكون هي القدوة لبناتها بارتدائها الحجاب وبالتزامها فيه كاملا باللباس بما لا يتنافى مع الحجاب الموجود على الرأس. ومن المهم أن تزرع الأم في تربية ابنتها من قبل سن التكليف عن أهمية الحجاب، أنه طاعة لله وحياء وستر، وأنه جزء من كيانها. وعند تربية الطفلة منذ الصغر يجب على الأم تنشئة الفتاة على اللباس الساتر، وعدم تشجيع الفتيات على اللباس الخليع، لأنه يزعزع من درجات الخجل والحياء لديها، ويكون التركيز على اللباس المحتشم تمهيدا حتى لا تستصعب فترة لاحقا الحشمة واللباس الساتر عندما تكبر. أيضا من الأمور في التربية أنه من عمر 4 سنوات ل8 سنوات تكون هي أكثر العمر اللي يكون فيه من الأمور المفضلة للصغار تقليد الكبار، وخاصة تقليد الأم. فمن الممكن أن تذهب الأم وتشتري حجاب لا بأس لطفلتها الصغيرة ولو كانت بسن 4 سنوات، وتريها كيفية طريقة الصلاة وكيف أنها تصلي، وعدم استخدام كلمة لا مشكلة صلي بدون حجاب أنت ما زلت صغيرة. يجب أن تربط الأم ما بين فكرة الحجاب وفكرة الصلاة، أنه لا تصلح صلاة بدون حجاب. هذه ستكون الشعلة الأولى لفكرة الصلاة مع الحجاب للصغيرات. ولربما أيضا قد تشجع الأم ابنتها بتمييز دمية واحدة، وهي نصنع أنا وأنت لباس مميز لهذه الدمية وحجاب لها حتى تتميز عن البقية. وأيضا كذلك نتجنب استخدام مع الفتاة أنت أجمل، أصبحت أجمل بالحجاب. لماذا؟ لأنه هذه الكلمة أصبح عليها خلافات كثيرة ونقاشات، خاصة مع الفتيات بسن المراهقة. كيف تقولين لي أن الحجاب هو لإخفاء الزينة، بينما تقولين لي أنني لما ارتديت الحجاب أصبح وجهي أجمل؟ فممكن نستبدل كلمة أنت أصبحت أجمل، لا، أنت أصبحت أنيقة، أصبحت محتشمة، أصبح الحجاب زادك وقارا. الحجاب هو يمثل الهوية الإسلامية لك كفتاة، هو طريقك للجنة. يعني يوجد الكثير من الكلمات عن أن أقنع الفتاة بالحجاب بأنك أصبحت ملفتة للنظر أكثر وجميلة أكثر بالحجاب، لأنه يتعارض مع الهدف الرئيسي أيضا للحجاب. كذلك أيضا إحاطتها قدر المستطاع للفتيات بصديقات ينتمون لعائلات يشجعون ويدعمون على الحجاب، ولا بأس أيضا أن تقام حفلات صغيرة لتشجيع ومباركة الفتيات الصغيرات اللواتي ارتدين حجاب، كنوع أيضا من التشجيع بالنسبة للفتيات.
وبارك الله بكم ووفقنا وإياكم لأن نزرع بفتياتنا حب الحجاب إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليك أستاذة زهور على هذه الإضاءة الكريمة. وكما تفضلت سمعت مرة أو قرأت مرة أن الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله عندما بلغ بناته بلغنا سن التكليف أو التمييز بالأصح أعطى نصف راتبه لزوجته وقال اذهبي إلى السوق واشتري لهم أفخر الحجابات المحتشمة طبعا من الحرير الخالص ولكي يعتزن بهذه المادة المفضلة أن حجاب حرير فنصف راتبه في ذلك الوقت لتحجيب بناته. حتى مهم أنه الأم فعلا تكون بذهاب مع ابنتها للسوق والتسوق لها بشيء فعلا ساتر وجميل بنفس الوقت. نعم وأن كما تفضلت يحقق السترة ويحقق الهيبة الإسلامية إن شاء الله تعالى. جزاك الله خيرا. معنا الدكتور حسين محمد أحمد من الموصل الشقيق من العراق الشقيق. أنا أحب أن أخذ منه دائما. فالدكتور حسين له تجربة كبيرة وباع طويل وهو في بريطانيا الآن وكذلك كلماته روحانية تقع في قلبي وتأخذ مكانا ومأخذا منه فليتفضل. جزاك الله خيرا أخي. جزاك الله خيرا وأفاد بك المسلمين إن شاء الله. وشكرا للشيخ شعيب على ما أفاض. هناك يعني كلام لا يطيل لكنه ما قاله أن الحجاب يعني هو فرض من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لا يفرض شيئا إلا لمصلحة هذا الإنسان أو هذا الكائن الحي. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأنا كطبيب يعني ففي هذه السنين الماضية بدأنا نبحث عن سبب الأمراض. يمكن تكلمت عن موضوع هذا معك في أحد المحاضرات. إحنا نكلم الغرب الآن بالعلم. خلينا الغرب يدعون أنهم يعني يقبلون العلم. فإذا كانوا هكذا نحن نقدم لهم الآن نماذج من تجربتنا في الحجاب كمسلمين أو من ستر المرأة للمسلمين كيف تفيد العالم كيف تفيد الإنسانية. وهذا ما كتبته في يعني مقالات طويلة أرجو أن أبعثها لك إن شاء الله يا أخي أبو عامر. تشرف يا سيدي نأخذ بها محاضرة منك. لا أنا ألقيت محاضرة لكن أنا أرجو أن توصلها للشيخ شعيب ولكل من يرغب من الإخوة أن هذه ما وجدناه خلال هذه السنين من فوائد للحجاب التي تفيدنا كأطباء أو يعني عالم يستفيد من يعني الحجاب هو ليس لكبت المرأة وإنما هو لحفظ المجتمع. يا سيدي ألا نأخذ منك محاضرة فوائد الحجاب الطبية؟ أنا أبعث لك المحاضرة يا أخي أو تلخيصها. طيب. وأبعثها لأخي ولشيخنا الشيخ شعيب ولكل من يرغب. وإذا يعني احتجنا إلى محاضرة هي مثل ما يقولك self explaining يعني هي توضح كل ما أريد أقوله. فأبعثها لك أقرأها أنت وأبعثها لمن يريد وخاصة للشيخ شعيب لعل الله سبحانه وتعالى ينفع إخوتنا بالهند أن يعني يبحثوا في الموضوع هذا وإن شاء الله تكون فائدة لكل المسلمين بإذن الله. بارك الله فيكم يا سيدي وحفظكم. أشكرك جزيل الشكر دكتور حسين محمد أحمد. ومعنا أرى هنا سهيل ندوي أعتقد من إخوتنا من الهند. إن كان عنده مداخلة أو كلمة نشرف ذلك ونختم بالدعاء إن شاء الله من الدكتور شعيب حفظه الله. تفضل أخونا سهيل الندوي. إن كان عند أحد الإخوة أي سؤال نسعد بذلك أو أي مداخلة. ختاماً لا يسعني إلا أن أشكر الدكتور شعيب الحسيني الندوي على هذه المحاضرة القيمة والشكر موصول للدكتور حسين عبد الهادي والدكتور بسام حتاحد والأستاذة زهور السباعي دكتور صهيب سقار دكتور حسين
محمد أحمد، الدكتور حسين عبد الهادي، الدكتور رياض عبد الرحمن والس، وجميع الحضور الكريم. بارك الله فيكم وحفظكم. الدعاء من الدكتور شعيب إن سمح خاطره فليتفضل. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على الإكرام والتكريم البالغ. وفي الحقيقة أنا استفدت كثيرا من المداخلات لإخوتنا الكرام الفاضل بتوجيهاتهم وإرشاداتهم القيمة، جزاهم الله خير الجزاء. ويعني بالأخير أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وبناتنا وأمهاتنا وشاباتنا أن يتبعنا حكم الله سبحانه وتعالى ويقتفينا أثر أمهات المؤمنين والبنات الطاهرات الطيبات. وفي الحقيقة إن مجتمعنا لا يصلح إلا بما صلح به المجتمع الأول والرعيل الأول. وهذا مما لا ينكر ولا يجحد أن الزمن الراهن يقتضي الإفهام بأسلوبه الجديد ولسان العصر، وهذا ما نريده. وفي الحقيقة كل داعية إسلامي لابد أن يتحلى به، وإلا لا ينفع. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. الله سبحانه وتعالى يجعلنا ويجعل مجلسنا هذا رحمة وبركة وخيرا كثيرا عميما، ويجمع ويجعل هذا الجمع جمع الرحمة وجمع مغفرة، ويجعل الله سبحانه وتعالى انتشارنا انتشار خير للدعوة إليه سبحانه وتعالى، ويتقبل هذا المجلس ويجعله في ميزان حسناتنا ويجزينا عليه جزاء الخير، وما ذلك على الله بعزيز. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربي رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. الله يبارك فيك ويحفظك يا سيدي إلى روح المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن جنابه الشريف إلى أبينا آدم ومن أحواء وما تناسل وتواصل بينهما من جميع الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وشهدائنا ومشايخنا وأرباب الحقوق علينا، ولمن أوصانا واستوصانا لهم منا جميعا ثواب الفاتحة.